شد لك شد لك داخل وانت كمي بيتي شد لك أنا ماشي هي كمي دفع غير في الهديدي الله يرضي على أخوة أنا مش هتوين هاد الكمي يتعطلك وحمد لي سميها الوالد سميها عبد الله نسميها عبد الله ولا فاطمة بس كان قول سبتي إذا كان دري غنسميها عبد الله كان بنت غنسميها فاطمة يا اخويا عكاز دعي معايا الله يفك لها الله الوحي في هذه الليله يا رب تلقى صراحه على خير يوم وليلتك غير واش شويه راه تكون الوده الاولى تكون صعيبه انا نيت مراتي ملي ولدت المره الاولى ما تكذبش عليك قلت لها عفرك ماشي بحالك بزاف اخويا عباس المراه راها مريضه وكان كيخصها تولد في السبيطار ساعة جاء الوجع على غفلة احنا كنا حاسبين مازال يومين وثلاث ايام مع الشتاء والرعد شكون دابا اللي غادي يوصلها لنا للسبيطار شكون احنا ساكنين في هذا الخلال شوف غير الا جا الله ما تفكتش هاد الليلة هادي بكر بها الصباح السبيطار اسمع اسمع شنو نسمع الخير ديال سيدي ربي هذيك اللهم ارحمنا خير اخويا عباس والزياده غادي تكون مرزقه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اخويا عباس طلب معايا الله يكون دري عليك يا ربي الله يعطيك ما نويت راجل باش يكبر ويخدم عليا ان شاء الله كل شيء عند الله قريب اصبر 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 اخي توش غتفك على خير ان شاء الله غير اصبري شاي سمعت حس الغوات ديال المرأة تقطع بقاش كتوجع سمعتي
خدوش 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 خدوش. الله يا ربي الله 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 صباح الخير عبد الله. عبد الله راه قلت لك صباح الخير واش ما تجاوبش؟ مش عارفني كان صب على شي حد من غيرك. اوكوك يوم اثنين ياك. الله يدوز هاد السيمانه بخير وعلى خير. اليوم بلا ما نحسن عييت ما نصب على هاد الكمارة كل نهار. عييت لكن بعد بلاتي نفضي شي حساب. أصبح بخير السي عبد الله. أجا ولدي واش أنت ما كتحياش؟ خدام ليل ونهار مالك خدام مع الجنون ولا مع مين؟ أش خص الخاطر الشريف ياك لاباس؟ أسي واش أنت كتخلي حتى الوحدة ديال الليل عندك تدخل في البوطات قرا في قلاف واش حنا ما نعسوش؟ راه حرام عليك هادشي. أنت بعدا راك ساكن لفوق وبعيد على الصداع وما يمكنك تسمع منه والو، وكاع الجيران كلهم ما كاينش فيهم اللي عمرو قال شي كلمة. وشحال من عام هذا وأنا هنا وتجي أنت اليوم وحدك ودير لي هاد الصداع؟ راه ماشي معقول. سيدي أنا ماشي شغلي في الجيران، أنا كنهضر على راسي، أنا خايف على راسي، أنا خايف شي نهار يتفرقوا هاد البوطات وما يشي حتى واحد في هاد العمارة. ما تخافش يا سي محمد غير كون هاني. كيفاش ما نخافش؟ انت كطيب البيض لداخل في الحانوت ودايرين بك البوطات وكتبيع الفرشي والقنابل للدراري الصغار والميكا والخضره. ما عرفتش انا دير كزار ولا فرماسيان، بقالك غير المكياج ديال العيالات. شكون اللي عطاك هاد الرخصه؟ شكون؟ الله يرحم ليك الوالدين، الا ما بدل الساعه بخرى راه الصباح هذا وخلينا نقابلو شغالنا. واش انت عندك شي عقل ولا ما عندكش؟ واه ياك لاباس اسي. سيدي هذا الراجل ما عرفت مالو معايا هاد الصباح. سير خلينا نقابلو شغالنا. الله يرحم ليك الوالدين. حنا جيران والسي حسن تنعرفو شحال من عام هادي، الله يعمرها دار وراجل طيب. سيدي انت كنتي في دارك ياك؟ ايه. دق عليك شي حد جاب لك سي سيد عقلك نزل تشهد شي شهاده هنا لتحت؟ لا. ومالك على هاد التفضوليت؟ كون مع الله يكون معك. انا راه ساكن حداك وخصك تعرف بلي الله قال في القران وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واش ياش من حق تعرف انت ولا هاد السيد؟ سير اللي عندك شي شغل سير تقضيه. السي عبد الله سير تخدم وصبر وصافي، راه عندك الحق، ولكن راه هاد الشيء اللي عطى الله السي عبد الله. بلاتي الشريف. نعم. كتجي عندي كنجي عندك، عندي معك شي علاقه. باش عرفتيني انا اسمي عبد الله؟ واخا دير هزينه السي عبد الله. شبهت لحد سكنت هنا هاد الناس هادو. تفو على صباح عبد الله. كيفاش داير هذا تعرف سميتي وانا عاد سكنت هنا وما كنخالط حد؟ ولكن خاصك تشوفني معاهم لتحت فوضى غزيت بابا باش عمرو ما يبقى يصدعني بالبوطات ديالو. عبد الله رد بالك، بشر ولا خطر. Thank you.
كنصيط ليه الريح في راسو وعندو شي موز جبد وضرب ليه ليه قتل شكون ولا عرفو. راه قارو ما كنكميش راه درهم ما عنديش درهم ما عندكش هاك الفقيرات امك ويتبع كل جديد حتى يصير بالي الزمان يخلي عزوات هاي دالة ويجعل الحتاي للكايد وبطالي الزمان طفت من حالة الغفالة تخاخن بلا فايدة شو لك يخنق كل سهلة خطر دابا علاش كامل يتقطع لي الفران هاد الزنقة اللي مقابلة معايا وجا ما وقفت لعندي ماشي فيها ما فيهاش نجلس في الامان بعد الا كان جي شي حاجه حبسوا هذوك السواري بعدا ماشي بحال برا صباح الخير اسيدي صباح عافاك جيبي ليا شي جيب لي قهوه فطور كامل كاس الحليب حليب عندكم طبيعي جيب لك برده صغير بنعناع لا النعناع حتى هو كيدير لي الحرقه ماما قاعد يدير لي شي انسان ولا شي حاجه الله يحفظنا في يمين واخا تاخد كاس ديال الليمون هذاك السيد اللي عندكم تما كيعصر الليمون واش نقي وما مريض ما والو فيت مدوز على راسو واش سمح لي يا سيدي كيدار لي ما خاصك والو لا لا عافاك شو هاد المره اللي عندكم واش كتغسل يديك قبل ما تعجن داكشي ولا عارفه نقيه متعرفين واخا جيب لي براد صغير ديال اتاي بلا نعناع واحد الرغيفه وعافاك كاين شي جريده الله يسهل واخا غير درهم راه قلت لك الله يسهل واش نتي غير القهوه اللي مشيت ليها لقاك فيها اش غديري بهاد الفلوس كاع اللي بلاك الله بالطلبه خلي بعد هاد البنت عند شي ناس يقابلوها ولا في شي روض ولا في شي حرام عليك هادشي اللي كديري فيه والله الا حرام بالله واش هادي بنتك هادي ماشي شغلك ماشي شغلي انت راه خاصك تعاقبي على هادشي مجرمه انت راه خاصك الحبس نقول الله يسهل وسكت يا وجهي الحبس انا وجه الحبس يلا لالا عطينا بتسع الله يسهل جنوس رقت لك بلا نعناع اسمح لي يا سيدي وفي الجريده الكليان اللي جا كيقبض الجريده من الصباح حتى العشيه هو كيعمر في ليمون فليشي كنحشم قلت ما يدار هاو واحد السيد يلا كمل واحد الدقيقه
مصرع 4 أشخاص في حادث انقلاب حافلة بالطريق الرئيسية رقم 1. الله يستر يا رب السلام. ملايين البشر يقتلهم التدخين، السرطان. يا رب السلام. كتكمي بزاف. شي بزاف اكيا باكيا ونص تلجوج داكشي على حساب الجو. الريه ديالك هلكتيها حامره بالوسخ. دكتور واش ضروري من العمليه؟ العمليه ضروريه ومؤكده، راه يمكن تنجح يمكن ما تنجحش. دكتور بلا ما ديري العملية خرج لي غير شي تريتمون غادي نتبعو مزيان، وكان وعدك بلي غنحيد القرب. هادشي ما عندناش فيه الاختيار. وزعما هاد العملية ما يمكنش تنجح؟ شريف شنقول لك، غير درت هدف بالك. صباح الخير. ناخذ البوس. طوبيس؟ لا لا ما غاديش نلقاو طاكسي خاوي، لكن انا عاد باقي نركب في الطوبيس. طم السيد اش كتقول في هاد الناس؟ واش غادي نقول؟ بقى لي ما نقول والو. وانت مازال شاك في هاد السيد؟ انا متيقن باللي هو اللي ادى ليا فلوسي. هو تيقول باللي ماشي هو. يا سيدي رد ليا فلوسي 65,000 ريال وشي صريف. هو راه غير شاف الشفر وتدخل صاحبو هذاك نعمس، وهذيك راه غير اللعيبه دايرينها بيناتهم. الو يا نعمس. واخا سيدي احترامات يا سيدي. عندك الزهر ما عمرو كان عندي وما عمرو غادي يكون هاد الزهر. كاين اشدو الشفار مزيان. هي دابا نقدر نمشي في حالي؟ لا، غير الشركه مطالباكم بتعويض على ساعه ونص ديال الروطار وشي جاج تهرس. ولكن انا مالي؟ دي ماشي مسؤوليتي. انا نعمل سرا من هنا ما خارج الا ما رجعوا لي فلوس. اجي بعدا. شحال كان في البزدان؟ ها شحال كان في البزدان يا سيدي؟ في الحقيقه غير قول غنعرفو غنعرفو. اليوم الدنيا وغدا الاخره كان فيه غير شي صريف. سيرو وقعوا داك المحضر باش نشوف حالكم حتى تعيط لكم المحكمه. انا باقي نذكر على فمي الطوبيس باقي نركب فيه. عرفتي شحال مشى ليا ديال الفلوس غير مع المحامين؟ وليني دابا وليتي كادر وخاصك اون فوتور دو لوكس. انا عمري ما ندير البيرمي، انا ما نقدرش نسوق الطوموبيل. تنخاف دو كوا؟ صافي صافي ويلي السيد انا كنهضر معاها بالعربيه وهي كتجاوب فيها بالفرنساويه بحال مثل انا ولد مسيو ديبوا. شنو قلتي؟ لا والو والو.
كيفاش عايشه في دارها. ما تعرفي تصبني، ما تعرفي تجفي، واش غادي ديري عند الراجل نهار تزوجي دوي؟ طيبتي لي قلب هاد الهضره، واش خرانا الكينه في الدار؟ فرقي عليك شويه، شوف شي حد اخر تشدي فيه. واش انتي حماقيتي؟ واش عرفتي مع من كدوي؟ راه امك هاديك. شوفي انتيا دخلي سوق راسك هاد الساعه ولا راه غندمك. اطلب واحد طول العشاء ابويك غاوت. انت اللي بقيتيني في حساب، شوف غضرك كمرتك ولا غنشيع عقل سبوك بهاد الكاسرونه. سعيدة صافا صافا غير تعطلت على الخدمة ياك ما لا فوتور اون بوين وي مي تعطلت صباح الخير عبد الله صباح الخير صباح الخير شحال الساعة سي أحمد؟ 11 باقي الحال ونصرا في المكتب ماشي في الكولوار يلا فاطمة ادخلي المكتب ديالك صباح الخير سي عبد الله صباح الخير تفضل لا رشيدة تعاوني معنا شويه في هذه الخدمه وبقاي ديري خدمتك الله يخليك واي ملف ما تجيبيه لي حتى تراجعيه مزيان ها انت شوفي مثلا إلا عاودتي الحساب غتلقاي 0.2 ماشي 0.1 عندك الحق باردون سي عبد الله جو فو برومي ما غاديش تعاود تشرب شي قهوة كنظن لا رشيدة هاد الموضوع ديال القهوة في الطينة شحال هادي إوا ماشي بعيد شي نهار تبدل رأيك شكون قالك أنا غنبدل رأيي الله يخليك لما دير ملف السي أحمد يراجعو قبل ما يوقع عليه شوف السي عبد الله انا في الحقيقه راه غير من جهه الصواب كتبقى فيا كنشوفك ديما خدام كنمشي كنخليك خدام كنعاون نرجع كنلقاك خدام زعما كنقول ما فيها باس نسولك شي نهار تبغي شي قهيوه تبغي شي كويز داتاي ولا حتى كاع شي عصير اش فيها لا رشيده هادي راه شركه ماشي كافيتيريا اسيدي نديروها كافيتيريا شوف على سي عبد الله انت غير امر وغادي تشوف لالا رشيده علاش قاده وهي اللي بدلتي الساعه بخرى الصباح هذا واخا نبدلوها هاد الساعه انت كتقلب عليا هادي كيفاش عينه سي عبد الله صباح الخير
الله يرضي على ولدي. هذوك الملفات اللي عندك في المكتب غادي تعمل عليهم واحد ملخص. انا جاي حقيقه. هذا عبد الله هذا جاب لنا الله للشركه، راجل كيخدم بواحد الشكل غريب، واخا سولك شويه. الملفات كلهم لاش الملفات؟ سي الحاج انا هاد السيد تيجيني غريب ومعقد. حيت ما كتعرفيش، انا اللي كنعرف الموظفين ديالي. هذا في راسو شي حاجه، مصيبه هادي. اش درت انا؟ هادو الغدار، هادو المنافق. ما حشمتي ما تحيتي. انا خدمتك معايا في الشركه على اساس باش ندير فيك الخير، ها؟ وانت نطيك تطعني في الظهر. هادوي هذا هو الجزاء. كيف نسيت الحاجة؟ أنا ما درت والو. ما درتي والو؟ والله ما درت شي حاجة. لا أنت بريء. دابا أنا يمكن لي نسافر وأنا عينيا مغمضين. إذا تنوب عليا هنايا والإدارة تمشى بخير وعلى خير. داكشي اللي كاين. داكشي اللي كاين. أرد الميزان حطهم لي هنا. ضرك عليا كمالتك. ولكن نسيت الحاجة. ضرك عليا كمالتك. فين غادي تمشي؟ ما بقيتش نشوفك هنا. فين غادي تمشي؟ شوف يا مزيان. معنى كنتي في التاكسي. شي طاكسي كاع وهي اللي كتقلب عليا. يمكن تكون قالت لي شي حاجه، يمكن هادشي كتب عليا. انا ما بغيتش، والله ما بغيت. يا ربي السلامه. عرفت انا مصبعت هاد الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سعيدة غو بونجور. أهلا سي كمال. المدير مازال ما دخلش. عرفت، شتك بحال مقلقة عليا. لا خويا غير خدمة وصافي. أنا ماشي خوك. أهلا سي عبد الله. أهلا. مالك؟ المدير عيط ليا. السلام عليكم سي عبد الله. وعليكم. الديريكتور جا اللي بغيت تشوفه. لا، أنا هنا باش نشوفك انتي. وي وي مسيو الديريكتور. وي هو قدامي. داكا. لا هو رجل ثقة، ما عندي ما نقول. نعم. وي. لا. ملي نتلاقى معك إن شاء الله أنا غنتكلم لك عليه بالتفصيل. لا سيناتور ديالو. بيان سيور. حاجة طبيعية. طيب الحاج، تبقى على خير. صباح الخير سيد الحاج. هما الملفات نعم سي عبد الله. الله يهديك، مالك على هاد الملفات كاملين؟ انا طلبت منك فقط ملخص على الحسابات والموارد اللي عندنا. انت كتعرف باقي ما درنا فيهم والو. نتوما اللي كتعرفوا نعمس. دابا غادي نجيب الملخص نعمس موجود. فين غادي سي عبد الله؟ تفضل جلس. شوف سي عبد الله، راني قررت باش نكلفك بمهمه بالاضافه للمصلحه اللي عندك، لان انت تبارك الله عليك يديك ميسره. انا نعمس؟ انا يدي ميسره؟ صعب الله مالك مضطرب. لا نعمس مام. وشنا هي المهمه اللي غتكلفوني بها نعمس؟ قررت سيدي باش تكون منسق ما بين مصلحه الموارد والحسابات، لان انت انسان بالنسبه لي عندي فيك ثقه. منسق نعمس؟ ما عرفتش كيفاش نشكرك نعمس بصراحة. تقاد لي الكلام. شكرني بالعمل والجد اللي هو معهود فيك سي عبد الله. علين سي عبد الله تشتغل. واخا نعمس. غريب سان بهذا الطموح وبهذا الجد، قليل باش يتوجد في هذا الوقت.
كيفاش عرفتي؟ لو ديريكتور فو ريسبكت بوكو. مالك؟ ترجعي في الطاكسي؟ علاش؟ بغيت نتكلموا على خاطرنا. واخا صافي بلاش هاجي ديرني سيدي اختك وتكلم معي. الكره خصنا الوقت. الوقت كله ديالنا. بغيت نتكلم معك. كنسمعك. بغيت نسولك غير على المدير. ما تشجعتيني هنا باش تسولني على المدير. تقلقتي؟ لا غير اجي ندخل شي قهوه باش نقدروا نهضروا على خاطرنا. قهوه انا وياك؟ شنو فيها؟ قهوه ترى عائليه وكيجلسوا فيهم الناس محترمين. ممكن انا مع عمري جلست قهوه مع شي مره. انا ماشي مره، انا انيسه. واخا ملي بغيتي نمشيو للقهوه نمشي. ما عجبكش الحال؟ لا غير لا سيدي اسمع لي. لا عافاك انا شويه غنج تا سيدي. خلك الليمون اللي عندكم طبيعي؟ طبيعي سيدي. وداكشي فاش كتصوبوا داكشي مغسول نقي؟ مغسول على سيدي. اه جيب لي شي قهوه. واخا سيدي. ولا بلاش جيب لي اتاي بلا نعناع بلا شيبه. بلاش بنات القارب نيت سعد الله. مالك؟ ما ماليش. مالك؟ غير داكشي ديال هادشي اللي كلفني به المدير شويه. مالو مزيان؟ تفضلي. يلا شكرا. تفضل سيدي. سحورة مزيان، ولكن هذاك هذاك الوراق اللي غنبقى نسيني دابا زعما الا بقيت كنسيني ما غنمشيش للحبس. علاش خسرتيني انا بالضبط باش تطرح عليا هذا السؤال؟ كنتسناك تجاوبني. باقي ما نعستي؟ اشنو تاني يا ماما؟ الموضوع ديال ديما. ابنتي ابنتي راه كبرتي. شوفي الا ما بغيتيش هي الزواج قوليها ليا بصراحه نسبب لك. واه انت ما دايره صحابات ما كتعرفي مع حد. البنات اليوم راه كيخرجوا كيقلبوا على ولد الناس ويلا لقاوه. واخا ماما غادي نخرج للزنقه ونطلب شي راجل. غير نوضي تنعس نوضي. ايوا راني دبرت لك على واحد الراجل
عمرك ما كنتي كتحلمي به، المال والجاه والسلطه. خلي حمد لي دبر عليه تاني. هذاك راه ولد فاطمه بنت عمتي اللي في الطليان، مطلق بجوج ديال الدراري، ولكن راه عمرك ما تشوفيهم. عنده جوج ديال الدراري ماما، عمرني ما نشوفهم. الله يهديك، واش هذا ما دارش الخير حتى في ولادو؟ غيدير فيا انا الخير. نوضي تنعسي نوضي. لا البنت مسحوره، كنت شاكه ولكن دابا تاكدت. خصني نمشي عند شي فقيه. خصك تمشي تنعسي ترتاحي ونسي عليك هذا الزواج. ولا ما بغيتي الطليان، شوفي كمال اللي خدام معاكم عقولو تابعكم شحال هذا. واخا ماما، غير نوضي نوضي نوضي. الله يهديك. الزواج؟ شكون هذا اللي فكر في الزواج نهار الاول؟ واخا عبد الله، علاش فكرت في الزواج؟ انا مالي زعما هي بغاتني على زيني ولا على مانتي اللي كتحمر الوجه؟ وتصور مثلا، نفرضوا مثلا، واخا انا ما عرفتش شكون اللي مختار على الكلام، انا مشيت نخطبها. إلا عطيتها لك انت شكون اللي غادي يخدم على خوتها؟ ها خالتك؟ اسيدي نعطيوها ليه، ولكن بشرط 60 مليون تبقى في القاغط، و 30 مليون نشوفها حبه وبعينيا، وبيت النعاس يكون طالياني، وجوج جوج من الحاجه الشرابل والبلاغي والطالونات وربعه الكارطوشات الكارو لخوتها والشيشه لمها والتنفيحه لباها. هاو غير نوض تزوج انت دابا، غير بانت لك المنضة عندها زوينة وجاي بغيتي تضحك علينا وعليها. انت بعدا باينة فيك طمع كبير. اش انت بعدا؟ كيفاش تعرفتي عليها؟ زعما حنا ضحكة جاي تضحك عنا ودخل الدار بلا حشمة بلا حياة، انت اللي فايق وانت اللي عايق. عباد الله عباد الله، واش هاد المخلوق تيفهم؟ راه انا اللي قريت وكبرت وتعبت وشقيت وخسرت عليها فلوسي. نعطيك انت؟ زعما انت اللي وداك الزيت يا وهذاك الشرف وهاد ليك الكرامه طارو فرفرو كتفلى علينا. سمعت هادشي باب الله؟ ولينا في الشرف؟ لا لا لا، انا الزواج هو اللي معمرني نذكر على فمي. واش دار باب الله لشي قران شطوي راسو؟ حنا هكا بخير ولا خير؟ وتصور معايا دابا باب الله نعطيهم كاع داكشي اللي طلبوا، ونتكلف ونتسلف ونتزوج بها ونجيبها هنا للدار. يا نعاس الدراري يا بركة النبي تحفظ هذا الصابي ناري يا ناري. أنا سولي أنا راه خدام غدا ولا لا شافية. ايه الودي قابل هاد المصيبة اللي ولتي ليا؟ ألا الودي قابل شغلك؟ المصيبة بغيتها تصيبك تولد من عينيك إن شاء الله. تمالو شغلي بوحدي، راه شغلك تانتايا. كيف شغلك؟ وراك راه أنت اللي ولتي وانت اللي مفروض تقابلي، راه عاطينك 3 شهور ديال العطله غير باش تقابلي. مالك اخويا 3 شهور حسدتيني عليها؟ وبركه عليك ولدتو لك ورضعتو، هز شويه وخرق وقمط كيما الرجال.
ولكن انا راه كنجيب ليه الحليب، كنجيب ليه الخروق، كنوفر ليه كلشي داكشي الاخر، وانت اللي خاصك تقابليه. ملي سيدي كتجيب الحليب سير صاوب واحد القرعه وعطيها لي جغددها وضرب عليك كمرتك حتى وهي الصالون خلوني ننعس. شوف يا لاله، ما كاين لا حليب لا تحمص والو. شتي كاع من هادشي كله من غدا دبري ليه في خدامه تقابلو. اما كحنيني غادي تبكي سير ضرب عليك كمرتك غدا نعيط على امي تقابلو. امك امي يا امي ري ري زينك لا ما طلعش انا طلعش جيراننا ليني امومة طيب عشانا لا ما طال عشانا طيب عشا جيراننا ليني باب الله. شكون هذا اللي بغى يعيطنا في هذا الوقت؟ الو شكون معايا؟ سعيدة اكلها بس. لا غير بغيت نقول لك راه صوب الطوموبيل ديالي جبها لي الميكانيسيان. شوف نقدر نوصلك معايا الخدمه غدا. اسيدي ما غاديش تعذبني، ما غاديش نهزك فوق ظهري. ما عند الناس ما يقولوا واحد خدام معايا وغادي نوصلو الخدمه شنو فيها؟ اوكي اسمح لي. بسلامه. انا اللي حمق جدني نعيط لك. واني بغيت غير نفهم مالو معقد هكا. باب الله اش كتخطط هادي؟ ما شريت هذيك الطوموبيل باش تزوج والله ما نمشي معاها يا زعما مراه وحنا ماشي رجال. ايه عندي مشكل ديال النقل ولكن بشويه بشويه غنحل هذا المشكل انا. والمدير راه في اخبار وما عنديش طوموبيل. باب الله تصبح على خير. شتي هاديك صباح الخير ديالك؟ انا راه ما كتعجبنيش. اش هادي بدلوها مناش خاسرين. بونجور غود مورنينغ. لا لا ما تقولي لي والو، راه هذاك الملف نشوف اش درتي فيه. شوف
راه ماشي خدمة، هادشي راه كله أخلاط. علاش السي عبد الله؟ الملف هو قدامك، داكشي اللي طلبتي مني كله عملته، الخدمة كيف كتشوف راه 5-5. الله يهديك اش من 5-5. خلي عقلك شوية لالا، هادشي راه كله أخلاط هادي. وأنا اللي كنتحمل المسؤولية، أنا اللي كنوقع هاد الملفات، ولا وقعت شي حاجة راه كلشي غيطيح على ظهري أنايا، ما كيعرفوك لا أنت لا غيرك. إيوا شنو غادي نقول لك السي عبد الله؟ أنت ديما فهمتيني بلي كتعمل فيا الثقة. فين عمرني هضرت معاك أنا على شي ثقة؟ أنا راسي ما كنتيقش فيه، قاعد نتيق فيك أنت. سير لبلاصتي نرجع هاد الملف ونعاود نعيط عليك. دخلنا عليك والله السي عبد الله، مالك على هاد الحالة؟ أنا بغيت غير نفهم، فين باغي توصل؟ مالك مزكر معاكم مالك؟ حنا أنا بعدا أنا كنبغي غير نساعدك، كنبغي غير نعاونك. أنا كتعرفني شوية عاطفية وكنبغي شوية المصلحة، أنا غير هكا كنجي نقول لك كل مرة واش بغيتي أتاي، واش بغيتي القهوة، واش بغيتي العصير. ولكن تالله هذيك ما بغيتيش تفهم، الحياة راه ما فيهاش غير الخدمة، عطا الله فاش يتذكر الإنسان، فاش يتكلم. أنا عطيني غير راس الخيط، شرب شرب هي مرة واحدة، راس الخيط وتشوفني فين غادي. ساليتي جاوبيني، واش ساليتي؟ ساليت. وسيري لمحلك يلا. الو واخا نعمس دابا، نكون عندك نعمس. بقول تفضل يا سي عبد الله جلس. نعمس الله يرضى عليك يا سي عبد الله، بلا ترد بالك شويه ياك. لاباس نعمس؟ لا ما كاين باس، غير كنت غادي تضيع الشركه في 2 مليار على الاقل. واش تصيب ابراهيم هذا اللي 25 عام هو كيتعامل معنا، تنوض انت تفرض عليه شروط خزيرات؟ واش هذا منطق؟ ثم انا يم موافق على الملف كنت انت توقعه بلا حتى مناقشه، كلامي واضح؟ ولكن نعمس راه خصنا ضمانات. انا راه هذا الملف بيني وبينك راه بان لي فيه التخلويط، ما كايناش الشفافيه اللي يمكن لينا حنا الشفافيه. اسي عبد الله الله يهديك، الشفافيه والمساواه وحقوق الانسان هذا الشيء خصهم ليه، واش فهمتيني؟ ولكن اسي الحاج على الاقل الضمانات. السي ابراهيم عندنا في الشركه اكبر ضمانه. والا مات هذا السي ابراهيم؟ الا مات كاينين الورثه. اسمح لي نعمس سيدي، الورثه ما كيكونوش دائما في المستوى المطلوب. اشحال من واحد كيوقف الشركه على رجليه ومن بعد كيجيو الورثه شوفها يا سيدي الله يرضى عليك، غير تمشي تاخذ الملف وتراجعه مزيان ويجيبوا لي نشوفه. يلا سير براسك يلا. خلي بغيتي نعمس، لو كنا متبعين هاد السيد هذا في الافكار ديالو غادي يخرج على الشركه، ولكن كيخدم. يا وقع وقع، شطر الحساب مشينا للحبس. نسيتي هذا على المدير؟ المدير مبغاش تفهم لي انا. هذا المدير طلع له بزاف على الدوسي ديال سي ابراهيم. واش عرفتي انت الدوسي ديال سي ابراهيم؟ انا سيدي كنعرف كلشي اللي كيدور في هاد الشركه. كيفاش كتعرفي؟ واش من مصلحه عندك باش تعرفي؟ ما عندي حتى مصلحه، انا كاتب الخاصه للمدير، هذه هي خدمتي. المديره باغي يخرج عليا هذا. السي عبد الله خاصك دير الثقه شويه في المدير، راه الله يعمرها دار. على حسابك؟ على حسابي يا سيدي. مزيان نهضروا في هذا الشيء من بعد، دابا راه خدام. واخا سيدي. سعيدة شتك فرحانة. شنو سي كمال ممنوع نفرح؟ سعيدة فين ما كنبغي نهضر معاك كتهربي مني، واش انتي ضدي؟ السي كمال انا راه ما ضد حد. الله يخليك يا سعيدة، انا راني نيتي مزيانة وقصدي شريف. اسمح لي
الحقيقة بالغ، عندك الحق. واه الراجل من نهار جا هو فشد ليا نقطع عليك، ولينا كلنا في الشك. أنا ما كنخافش منه، النقابة ديالي قادرة تحميني، ولا كتاب كاع وتوقفت هاد الشركة أنا ماشي شغلي. الله يحفظ. وفين نمشيو حنا إلا وقفت الشركة؟ خاصنا نتعاملوا معاه على قد عقلو. شنو كاينه خدمه سبرادي؟ كاينه. انت كتشوف السي عبد الله؟ راجع هذا الملف مزيان يا سي احمد. رجعت ووقعت عليه، ما فيها باس، عاود راجعوا مره اخرى. واخا انت الشاف، والشاف ديما عنده الحق. مابقاش خدمة هادي. اش خسر انت؟ راجعو ردو ليه. زاد فيه، ياك راجعتيه ووقعتي عليه صافي. فضيحة، فضيحة مع هاد المعقد هذا. عبد الله وكيدار لك في هادشي؟ واش هاد الناس ما كيخموش ولا مشغلهم في حد؟ باز سيدي باز، العرس في العمارة وغنديرو حنا تنعسو هاد الليل. ها الله يخرج هاد الليل على خير وصافي. الو، السلام عليكم. العباس الله يخليك، راه شي ناس عندهم شي عرس هنا ولا ما عرفش داكشي، راه مطلقين علينا شي باق ما خلوناش الناس. ايه ماشي الحريات، ولكن الحريه راه كتنتهي عند حدود حريه الاخر. نعمس لا لا انا ماشي استاذ، انا من ايتها الناس. ولكن عمسي راه مفروض نتوما اللي خاصكم تجيو هنا وتحبسوا عنا هاد الباق وهادشي. شكون كيفاش غد؟ واش انا غنمشي ندابز معاهم؟ واخا عمس تصبحوا على خير. ياك لاباس؟ لاباس، غير ما مقطوع عليا في الدار. الماكينة خدامة. إوا يمكن الروبيني طاغي اللي عندي أنا مسدود. شكون هما هاد الناس اللي دايرين العرس؟ النمرة 6. الله يخليني، إلا ما رانا في قد الصباح بكري، سير عندهم قول لهم ما نقصوش شوية من الصباح. صبر، الليلة فايتة. الليلة فايتة عليك أنت. انا رخصني الناس باش نفيق الصباح نمشي لخدمتي. سير قول لهم ينقصوا من هاد السطاح ولا انا غنعيط للبوليس. واخا نمشي. وهي الاولى
يتنفس. لا لاباس غير انا السيد جاكم ساكن تحت سطاع بزاف وانا خدام حتى في الصباح. ايه ولكن هذا العرس واش فهمتي شنو العرس؟ ايه متفق معك الله يكمل بخير، ولكن عندكم سطاع بزاف. كاين واحد السيدة تما ما عرفتش عندها الصفاح في الصباط ولا داكشي، راه هي كتهز الفوق وما كاينش كيقول لي المخي. شكون؟ لا لا غير الاخ قال لك بلي صدعنا وخاصنا نقصوا من الصداع. ايه كيف سير صبر شوية، راه العرس هذا انت مدون الجيران اللي في هذه العمارة. اسيدي هاد الجيران يمكن ما صدعتهمش، ولكن انا صدعتوني الله يجازيك بخير الا ما نقصوا من الصداع. هذا راه اشهار الزواج والتقاليد والاعراف تتقول هاد الشيء، واش انت ما عارفش؟ زعما الناس تيديروا الصداع باش يعرفوا هاد البنت زوجها هاد الولد، عرفش هاد الشيء؟ سيدي الله يكمل بخير، يمكن بغيتي ديروا الاشهار عطاوها القاعة، سيروا للخلا وديروا هاد الشيء في شي قاعة حتى حد ما يسيق لكم الخبر. وانتم باغيين ديروا الاشهار، وهاد الناس ديال العمارة شنو ذنبهم يباتوا صارانين الكل؟ انت دابا بغيت تورينا حنا اش نديروا ياك؟ سي محمد صافي خويا صافي، يكون هاني، أنا غادي نقص من الصداع. الله يجازيك. كيفاش بغيت تقص من الصداع؟ سي محمد شحال خاسرين ندمجو فينا على هاد العرس دولات نقص من الصداع؟ راه غير درنا ليه خاطرة صافي. يلا يلا وي نحمق هذا. شوف هاد الخطرة خليني فاش خدتها عليها ما تسخنيش خطرة. يلا تشرح مع راسك يلا. صباح الخير يا سيادة، راه النهار طلع وحنا مازالين بلا ناس. واش تكلمتي مع هاد الناس؟ تكلمت معاهم ووعدوني باش غادي ينقصوا من البوق، ولكن هادي نص ساعه دازتهم ونقصوا منهم. واش نمشي نتكلم معاهم مره اخرى؟ بلاش، النهار قرب يطلع والناس ناعسه وساكته. بازل هاد الناس، واش هادو ما عندهم ودنين ولا مالو؟ واش المنكر وساكتين عليه؟ هي راه منكر السي بيت الناس فايق الليل كله، راه منكر هذا. دابا سير طلع لدارك وحاول تنعس الساعة بالله. اجي يا سيدي، مش عرفتيني اسمي انا السي عبد الله؟ عادي، ولكن انا ما كنتكلم مع حد في هاد العمارة. سير تنعس وحاول تنسى العرس، راه دابا الا تكلمتي غادي يعيبوا عليك الناس، وانت غادي تصدق راجل ما مزيانش، وهذا الشيء راه جاري به العمل في البلاد كلها. ياك سيدي أنا ما مسيانش. إيه سيدي أنا ما مسيانش. أشنا سيدي؟ واش تبو وحدك في هاد العمارة مدون الناس تدق عنا في هاد الباب؟ سيدي يمكن الناس صومك ما كيسمعوش ولا كيحشموا منكم ولا ما عرفش هذاك الشيء. أنا اللي صدعتوني وأنا اللي جي كنطلب نقصوا من الصداع. المهم الله يخليك إلا ما نقصوا من هاد الصداع، ولا أنا غير نمشي نعيط للبوليس. سيدي سير عيط ليهم، حنا دايرين القوانين ديالنا وعندنا الرخصة ديالنا. واش من رخصة؟ واش الرخصة مكتوب فيها باتهم فايقين هاد السيد الليل كله؟ يقولنا فيها بس إلا صبرتي شوية، باقي لنا غير اللبسة الكبيرة. وعلى هاد السنة شحال عندكم من اللبسة في هادشي؟ وشغلك؟ إلا أنت زعما جاي من برا، ما كتعرفش شنو كيطرى في هاد العراسات ياك؟ اللي كنعرف أنا هو هادشي كيسالي في 12 ديال الليل، والعريسة كتمشي مع العروس ونبينا عليه السلام، هادشي ديال خسران الفلوس وداكشي راه غير زايد. شدوا دوك الفلوس اللي غتخسروا في هادشي وعطيهم اليوم يمشيو يديروا شي حاجة. ما أنت على هاد الفهم. ها؟ أنت اللي خدعتيني. فين بستي عندنا هنا؟ لا فين جيت؟ فاش؟
أنا شي مرة كنت في الطوبيس وتهمني واحد السيد بلي سرقت ليا البسطام، بغي ندير حسنة الساعة خرج لي هذاك الشيء بغسيل الفندق. إيه عاد عقلت. وشنو هو المشكل دروكا؟ نهار شي ناس جيراني الفوق دايرين عرس وكان عندي من الصداع وداك الشيء، مشيت نطلب منه ما ينقصوا شوية من الصداع، واحد السيد عاجبو راسو ضربني به. هي هجمتي عليهم؟ لا لا ما هجمت عليهم، المهم دقيت عليهم كيف كيديروا كاع الناس. هذا الشيء اللي وقع مع راه عرس هذا وراه ما يمكنش يديروه الا ما كانت الرخصة. الرخصة ولكن انا اللي سامع الرخصة يعني كتسالي في 12 ديال الليل ومن بعد الناس كيحيدوا البوقات وكيبقاو جالسين بعضياتهم. إيه ولكن راك عارف. عارف لكن كاين قاعات خاصة لهذا الشيء ماشي في العمارة. كاين اللي مريض كاين اللي باغي ينعس باش يفيق الصباح وكاين اللي خدمته. واخا سيدي انت دوكا مصر على هاد الشكاية؟ لا مصر انا ما. غتفضل المكتب اللي قدامنا وغيديروا لك محضر والنظر للمحكمة. النظر للمحكمة بارك الله فيك. سعد الله مالك؟ روحت الباب نشوف هادي راه ضربانيت. صافي صافي من بعد كل سعيدة. بونجور. بونجور. ما سعد الله؟ ما عرفتش. سي الحاج كون هاني ان شاء الله ما غادي يكون الا الخير. ولكن سربيني انا راني موجود. صافي سيدي سير الله يهنيك. اجي معايا الشريف. اجي. شكون هذا؟ كما سي عبد الله. هو هذا السي عبد الله. اجي معايا. شوف السي عبد الله انا راه ملي جيت وانا باغي نتعرف عليك، حيت انا اول حاجه كنأمن بها في التعامل والتجاره ديالي هي البشر. عندك الحق. إلا كان بنادم، حيت بنادم راه فيه وفيه. خايت الله هذيك اش غادي نديو من هاد الدنيا والو غير الخير أو لا لا. المهم مش حب الخاطر كاش ما نقضيوها السي حاج بليد. 20 عام وأنا كنتعامل مع الشركة ديالكم، كلهم كيعرفوني من الحاج حتى الشوش، سولهم عليا بواحد بواحد. مزيان. الملف ديالك مع احمد شنو وجد لك داك الشيء؟ شنو دابا ملي لقيتكم نتوما اش باقي دابا؟ صافي صافي انا ماشي. ما رديتيش عليا الشريف. انا معاك. ما فهمت والو. واش تفهمتي مع احمد؟ شحال طلب ليك وانت شحال عطيتيه؟ اش بغيت نعطيه ولا يعطيني؟ شوف الله يرضى عليك انا راه معروف في المعقول. دابا غادي نطلع لعند الحاج، هذاك راه خويا ماشي صاحبي، انت ما غادي تعرفني مزيان. لا تبارك الله باين عليك السي الحاج راجل طيب. المهم كون هاني الملف ديالك انا اللي غادي نتكلف به. بارك الله فيك ودابا انت راجل مزيان. يا امتى غادي نشوفوك؟ سير الله يعاونك. يلا. وي لا الحاج بالعيد كليان ديالنا مش حال هادي. لا الديريكتور ما كاينش. واخا بسلامة سعيدة. جيتي على ود بيبي؟ انا مزال خدامة فيه. لا جيتك على حاجة اخرى. واخا خلي لي شوية الوقت باش نفكر. باش عرفتيها؟ قريبا نجاوبك سعيدة. نتمنى الجواب ديالك يفرحني. وي أنا نسيت الحاج كما سمح لي. سعيدة جانسيست. داكو. وين عمسيتي؟ تفضل أسعى غير خليني واقف. انا عرفتك على شكوتيني. هي كتعلم الغيب. سي عبد الله راه غلط فيا. ما فهمت والو. انت فاهم
انا ما بيني وبين الحاج بالعيد الا الخير. ولكن انا عندي الشك. وانا مالي انت؟ ما نعرف. سي عبد الله الله يخليك لزم حدودك. انا كنتبع القانون. احنا كنا مع القانون وخدامين بالقانون. حاجه واحده راه لقيت شي حاجه راه ما غاديش نهضرك. طبق القانون وما تحشمش. اخ دابا نشوف. دير جهدك. شوف الله يرضى عليك، هاد الكلام اللي غادي نقول لك ما نبغيش نعاودو مره اخرى. كنسمع سيد الحاج. ايوا حل عينيك سيد الحاج. انا راه حل عينيا وتا حاجه ما كتزهق في الشركه. انا اللي بغيت نقول ما تكونش متشائم. الدنيا راه ماشي كلها شك وخيانة ورشوة واش فهمتي؟ ولكن هادشي كله اللي قلتي كاين نعم سيدي، خصوصا الرشوة. وعطى الله. انا اللي كنقصد بكلامي وهو هاد بالعيد اللي وقع عليه المشكل. هذا راه زبون ديالنا في الشركة وسنين هو كيتعامل معنا، وانا كنعرف مع من كنتعامل، فهمتي؟ هاد بالعيد نعم سيدي انا راه شاك فيه، داير ليد مع احمد. مع احمد؟ ايوا احمد هادي سنين هو معنا في الشركة. بالعكس ممكن فيه شي خيانة او شي حاجة او من داكشي اللي على بالك اللي كنا جرينا عليه. لا ماسي راه انا ماشي ضد احمد، انا هادشي اللي كنديرو كله راه من مصلحة الشركة. مصلحة الشركة وهو خصنا نكونوا متساهلين شوية. وانا عم سيدي لا تساهلنا، راك عارف اش غيوقع لينا لا قدر الله. خاص شوية ديال سي عبد الله. مالك معقد؟ مالك متشائم؟ ارخف فيك الناس شويه، حل عقلك. انا حل عقلي نامس. مصلحه الشركه هي خصنا نعملوا الثقه في الناس اللي معنا. ثق فيهم، راهم يستحقوا الثقه. حتى انا نامس راه نيتي حسنه، يعني ما عنديش مشكل مع شي واحد. انا عارف بلي نيتك حسنه، ولكن اذا كانت حسنه مع الموظف اللي معك كانت تكون افضل. مالك ياك ما كاين شي مشكل؟ لا ما كاين حتى مشكل. سي عبد الله قول لي شنو واقع. في الحقيقة ديك الخريجة اللي درت انا وياك بقات لي في بالي، ما بغاش تنسى ليا. نعاودوها؟ ما بغيتي. كمال خدام مع سعيدة. تفضل أوليدي دخل. بسم الله. زيد أوليدي. تفضل أوليدي. بارك الله فيك لالا. سمحوا لي أنا أول مرة كندخل عندكم وما عرفتش شنو نجيب في يديا. ماشي مشكلة أوليدي. هاد الورد راه فيه الكفاية. ومن حبابك تسنى دابا نعيط لك لها هي في البيت ديالها. بارك الله فيك. سعيدة لبسي لبسي العريس راه جا. عمر شي راجل ما جا سول عليك في هاد الدار. هادي راه معجزة هادي. شنو؟ ومالك ربطيها تاني؟ هذا كمال اللي كنتي كتعاودي ليا عليه. كمال فين؟ عندنا في الدار. كيفاش زعما ما في خبرك والو؟
هذاك راه حماق، راه يلا كنت ناوي يخدم ما قال لي حتى حاجه، وانت اللي حمقه. الراجل راه عينيه في الزواج وجايب معاه مشموم ديال الورد. واخا انا نخرج نهضر معاه. وا بدلي عليك هاد اللبسه عندك انت مي خارجه ليه بهاد الكسبه. واخا شو ماما ديروا له شي اتاي وحطوا له شي حلوه ولا شي حاجه، انا غنبدل عليه ونجي. الحمد لله يا ربي غادي تقبل. شكون عندنا هنايا؟ هذا راه كمال اللي خدام مع سعيده، ولا ما خفت نكذب يمكن لا جاي يبغي يخطبها. ياك ايوا بشويه واللي فيها الخير الله يجيبها. انا غادي ندخل نتكلم معاه نشوف واش فراسو واش جاي يخطبها بصح. ما زربيش اهلا 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 سيد الحاج. مرحبا بارك الله فيك. تفضل. بسم الله. بسم الله سيد الحاج. قالوا لي تخدم مع بنتي سعيده ياك؟ نعم سيد الحاج. يمكن لي اودي نعرف سبب الزياره؟ انا سيد الحاج في الحقيقه انا ما فهمتش واحد كيجي يخطبك بلا ما يعلمك، كان على الاقل يتشاور معايا. شكون هو هاد خينا واش معنا في الخدمه؟ ماشي ضروري تعرف شكون. شنو درتي معاه في الاخر؟ والو قلت له نفكر ونجاوبك. شنو غتفكري؟ الا كان راجل معقول وناوي الخير ولد الناس لا عندك الحق. يلا نمشيو. بلاتي شوي عاد جينا شو تبدلي هاد الشيء بالصداع ديال المدينه. بلاتي المشكل دابا راه ماشي الرجال اللي قلال، راه ولاد الناس اللي قلال. فين هو ولد الناس؟ اليوم ما كاين غير زوج وطلق. اللي بغى يطلق ولا دار علاش يطلق راه كيطلق، المهم اللي بغى يتعايش راه كيتعايش. والمرأة دابا مابقاش محتاجة الراجل بحال زمان، دابا راه ولات وزيرة برلمانية. ماشي موضوعنا هنا، ما جيناش باش نهضروا على هادشي. بغيت نعرفك أكثر، بغيت نعرف شكون أنت. أنا عبد الله. لا ماشي هادشي، زعما فين قريتي؟ فين عشتي؟ فين قريت؟ المهم انا تزاديت فواحد الدوار راه دزنا عليه ملي كنا جايين تنكون راجعين نوريك. المهم تما تزاديت قريت هنا. المهم انا قريت غير في المغرب ما مشيتش للخارج. عايش مع الوالد؟ اسمح لي. المهم الوالد الله يرحمه مات النهار تزاديت انا ماتت. قال لك داك النهار جات واحد الرعده تيقولوا كان عندنا شي كوري عامر بهايم غلام وكار وداك الشيء. المهم فيضان دا كل شيء.
انا راه كون ماشي واحد عمي كره الان باقي سارح البهائم في البلاد. باقي جار هاد الشيء هذا وجاي من الغلا عاد اقران كلهم مسجلوا في المدرسه. مصطفى راه عاد قيدتو هاد الصباح. ايوا انت ما تقيدش. انا نمشي للمدرسه عم باي بغي. انا غادي نتكلم بكل شيء. خاصك تقرا بحالك بحال قرانك ماشي غير حيت امك مات انت تسرح البهايم. لا بنادم راه هو القرايه راه الا ما قريتيش راه بحالك بحال هادي بحالك بحال البهايم. سولني انا سولني انا اللي مجرب انا اللي مجرب وجايل. اما باك واش عايب راه عقلي العقل صايط ليه الريح بالكفر. كان عمي شكون اللي قابل هادشي؟ شوف يا ولد خويا راه قليل في العمام اللي كيبغي الخير لولاد خوه، ولكن انت عزيز عليا وباغي ان شاء الله نوقف معاك حتى تقرا ونشوفك حاجه وشعل. اش قلت؟ عمي اللي قلتي نقرا. الله يرضي عليك وسير تلقى هذوك البهايم وخلط عليا الخيمه. بوجمعاوي عبد الله الجائزة الأولى. تفضل أودي خذ الجائزة ديالك. المهم المدرسة اللي كنت كنقرا فيها المهم كان غير بالين غير ممكن غير قسم واحد والمعلم ديال واحد اللي زار وحط بوطه جالس تما. المهم حنا كنقراو وريحتها تاي والمرقه وداكشي كامل. المهم كان واحد صف ديال الطوابل فيه التحضيري وصف فيه الابتدائي الاول والابتدائي الثاني يمكن كان حتى يمكن حتى المتوسط الاول. المعلم تيقري شويه هنا شويه هنا شويه هنا تيقراو لينا شي كيقرا داكشي ديال شي. المهم بزاف الدراري ما قراوش. المهم لك المشكل اللي كان عندي هو واحد مرات الوالد يعني بقي عقل واحد النهار. انت واش كل نهار غتلات جليا الخبز مع مراتي؟ وتسير تسير راك كبرتي تعلمتي صنعة نفعك من سخوط الوالدين. لا 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 غدا غنديك عند عمتك اللي رضعاتك ورباتك. يلا سير جمع لي حوايجك ما نبغيش نشوفك هنا. ضرق عليا خنشوشك المسخوط. قتلتي امك وباغي تقتلني حتى انا ها تدوي. يلا اسمع من نهار جبتي الدميه جيتي بالرعد والشتا ادات الخيمه واللي فيها شتي انت الدار اللي دخلتي ليها دخله. يلا مسخوط الوالدين. تكرفيك تا حاجه ما كتكرفيك تا
كاين على العصا. داك الشيء شي شكل. المهم قريتي وخدمتي دابا. ايوا كتامن بالله؟ معلوم كنامن بالله. امك الله يرحمها، ربي عطاها ربي داها، علاش غتعقد راسك انت؟ انا ماشي الناس اللي جاهلين، المهم كانوا حسابو لي انا اللي قتلت امي وانا اللي طيح. واحد راه كان تيعيط لي ابو رعده. ما انا ماشي مشكل. عمرك شفتي شي بسيكياتر؟ شي خدي ليا بسيكياتر. ما عرفتش تهضر معاه تعاود لي هادشي اللي واقع ليك، ما نعرف. المهم انا راه ماشي مريض نفسانيا يعني ولا شي حاجه، المهم انا غير ملي كنشوف شي حوايج بحال هكا فهمتي خايبه، المهم ما كنبغيش نشوف المنكر فهمتي، ملي كنشوف المنكر كنتبرزط، هذا هو اللي عندي. ماشي انت مالك فحالك فحال الناس، الناس كلها كتشوف في المنكر وساكت. عندك الشيء راه مشوك، ما بالك فيها لونها، ما شميتي ريحتها، بالك غير الشوك. شميتيش ليا الدرويحة؟ كاين الشوك ولكن كاين الريحة. بغيت غير نعرف علاش بغيتي تطلبوه. يا ودي راه بغينا مشاكل السي محمد. واه الله يهديك، واش نوليو كل نهار تنزاوقو في عباد الله؟ صافي صافي انا غادي نتكلف نهضر معاه. يلاه سيدي تكلف وهضر معاه. شنو سيدي؟ كنظن السي عبد الله انك عرفتينا اليوم علاش جينا عندك. علاش؟ جينا كير على ديك القضية اللي وقعت وبغيناك تسامح لنا. وكيف تيقولوا السي عبد الله المسامح كريم ولا لا؟ ولهلا يخسر خاطرك، واللي ضاعت حنا نخلصوها. عندكم ما تخلصوا لي لالا، كاين المخزن في البلاد. كون ما كانش المخزن لعلم الله اش عملتوا فيا. اسي حنا راه دايرين العرس، والاعراف والتقاليد تتقول هادشي، واش ما نديروش حنا العرس؟ واش انا منعتكم ديروا العرس؟ ما منعتيناش. اشنو قلت اسيدي؟ خرجت شي كلمه العيب ملي جيت؟ قلت لك ودي راه كديروا صداع، نقصوا شويه من الصداع راه خدام في الصباح. جيت تنطحني. يا سامحنا سامحنا. انا راه مشكلتي هي راسي تيسبقني. ولكن راسك تيسبقك، كاين المخزن في البلاد هو غادي يعطلوا لك اللور. الله يهديك السي عبد الله. عافاك. زعما مصارن في الكرش وكيتخاصموا، وحنا زعما ولينا جيران. الله يجازيك بخير الا ما سمح لي. جيران صافي لالا، غدا غادي ندير تنازل على الدعوه. الله يعاونكم. الله يرحم لك الوالد. شنو ماما بغيتيني نوض نغني؟ وما كرهتيش يا بنيتي حتى انت تكوني فرحانه نشوفك في محلك وبوليداتك. ماما الله يهديك، غنرجع عاوتاني لنفس الموضوع. قول لي علاش ما بغيتيش هذاك كامل؟ ماما الله يهديك، هذا راه الزواج ماشي اللعب. ما باغاش نزرب. شحال من مره تزوجات مشات شهر شهرين تما ترجع لدارهم. ابنيتي راه العمر كيفوت، راسك تشوفي مصلحتك وتشوفي مستقبلك. الله يرضى عليك ابنيتي، الله يرضى عليك. غير كوني هانيه ماما.
بان لي نيت بلي كمال بحال الا ناوي المعقول. اجا باب الله الا تزوجت باش بغي يوقع ليا كاع والو، هما الناس كاع مزوجين وبخير وعلى خير. ايوا ولكن الا تزوجنا ودرنا الدراري وكبروا وكل واحد دار دارو ومشاو فحالو وبقيت انا ويا الراس والراس. عليك الشيبه العاصيه، تنوض ترقد بغيتك ترقد ما تنوض، انت ما كان مسهرني اش درت لك؟ ها شاد ليا هاد الركنه بالليل وبالنهار، انا بغيتها تريب عليك ان شاء الله. سيري 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 تكاي سيري سير يا حاج سير، فين بغيتي نرقد؟ مع من غادي نرقد؟ مع من سير؟ الحاج اش بك تشوفي شويه مريض؟ الدروج على وعليا وما تليت لقيت اللي يكون بيا هذيك التريكه المسخوطه اللي ولدتي ليا، خليت ما درت كبرت وقريت ودمرت وفي الاخر كله جر كلبه ومشاوا وياها وخلوني بوحدي. انا ساخط عليكم دنيا واخره. تا قول لي انا بغيتك تولد الحناش ان شاء الله، اقول لي المعقد تعير لي في ولادي وتسخط لي على ولادي، تاك انا اللي كبرت انا اللي قريت، تا اش درتي لهم؟ اقول لي اش درتي؟ بنيتي لهم فيلا في الشوكه كي سيادك؟ تاك الخربه اللي بنيتي احنا سيرين توفاو فيها. شوف راه تلقى لي حل هو هذاك، اولا رانا نموت فوق منك. اتي الله يهديك، اش من حل؟ الحل هو نشوف لك شي اربعه صحاح يدوك يدفنوك في روضه حمو صالح. سيري ترودي سيري سيري، خلينا ناكلو دغمة تاعت الخبز تيدي مولا ما نام. انت سيري سيري الله يهديك سيري. الناس انت انا غنتسنى تيدي مولا ما نام، انت انا نوريك الحل. سيري سيري انا غنتسنى تيدي الامانة. صيفط عليك حاجة حاجة اش كديري؟ اهلا سعود الله. اهلا سيد الحاج، مبروك النجاح ديال البنيه. كلف في راسك اولي، انت غير الحضور ديال الكافي، هادي علاقه الحاله وصافي. تفضل تفضل. كنقدم لكم سعود الله، وظف معنا في الشركه. الله يبارك فيك اولي، الله يبارك فيك. ايه اش كنتو كتقولوا؟ عبد الله لاباس؟ لاباس يعني، ولكن الحسن تكونوا في هذه المسائل هذه في الإدارة. عليكم اخويا، احشم اخ 15 يوم هادي وانا مرمي في هاد الفراش وما كاينش فيكم اللي طلع ليا ياك اخويا. علاش مشاغل الحياة ديرني اخويا؟ حتى انا مشاغل الحياة. أنا
اللي ما بغيتش. شوف السي عبد الجليل، شوف اخويا، نموت وكاع لا تجي تعزي فيا. ايه هشت. قطع علي الكفر بالله. الله يا ربي الله، الدولة بعد عدى نموت وما كيش لي سيق لي الخبار. انا بنت لولد وما كيش لي مدلية تشرب ديال الماء. الله يا ربي الله، جرت تحت ملكك. الله يا ربي الله، الأولاد الأوتاد. علاش انا حبيتو، علاش يا ناس عجبوني نظراتو، انا وياه كنا ورضات. بعبد الله قلق عليا صافي، اسمح لي خليتك البارح بوحدك. وفي الحقيقه بعبد الله راه خاصنا له ناس بجوج ياك. السلام عليكم. شريف بخير؟ عليكم السلام. لاباس؟ كلشي بخير؟ الله يبارك فيك. ربي عوين. الله يبارك فيك. تبارك الله عليك. سي حسن صباح الخير، صافا؟ لاباس عليك؟ صباح الخير. بخير؟ وين لا الحمد. الحمد لله. كيفاش هذاك الوليد اللي كيعاود ما بقاش ولا؟ لا انا موجود، غير سخرته ويجي شي حاجه. سي حسن اسمح لي، على ذاك النهار كنت شويه انا شي بس ما كاين، شي بس ما كاين. الانسان كيغلط. ايوا الانسان كيغلط ولكن خصو ايه. ايوا ما كايناش. يا سيدي نهار سعيد. بارك الله فيك. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. العجب هذا عمرو ما سلم. سبحان الله العظيم، بحركة يا عمرو، سبحان مبدل الأحوال. بيان سور طالع الخدمة. طلع. تصوري شحال انا فرحان. الله يسمعنا خير. باغي نقول لك شي اخبار جديده ولكن ماشي دابا، من بعد نقولها لك. قول شو وقتين. صافي من بعد نقول لك. اهلا. لاباس؟ ولي بس. السلام عليكم. بخير؟ هلا فاطمة، لاباس عليك؟ بخير فاطمة. كمان بخير؟ الحمد لله. أنا سعيد. كمان؟ يلا مالكم؟ لا عندو شي مكسب يمشي ليه؟ مالكم؟ Thank you.
اسمحي لي نسيت شي حاجه مهمه. اجي دخل. صافي صافي. عبد الله هاد العيشه ماشي ديالك هادي. فهمتك ولكن واش انت فهمتيني؟ اجي اخويا اجي 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 عبد الله. عبد الله العيشة ماشي ديالك هادي، من اليوم راك حر، عيش حياتك كيف ما بغيتي، بالسلامة.